في حاجة؟ هاي هاي باي باي قصتك. انا مش مصدقة انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص. انتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي. قصدك مين؟ قصدك عم محمد سياحة وعياله؟ ده هم كده لابسين ده تلاقيهم خارجين اصلا. شيريهان انت عامله ايه في شعرك؟ ليه مكتفه شعرك كده؟ مكتفاه؟ يا جهله دي طاقيه. طاقيه؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا. ما عشان انت مش فاهمه حاجه. انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا مقزعر مش هينفع مع الطاقيه. تعالي تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره. اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معنه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية يعني. لو عندكم مثلا بانكيكس، بينت باتر، سيريالز. طيب في ايه بيجي هنا دليفري؟ انت عايز دليفري؟ في فطائر المدينه المنوره حلو، في عبغاني سي ام ده بتاع سندوتشات بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول كانوا بيجوا بس خلاص بقى من ساعه ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحته بيثبت، يا اما موتوسيكل بيثبت يا اما هو بيثبت يا اما صندوق بيثبت فقطع رجليهم من هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا في بيتزا هانش حلوه قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هانش، انا مش عايزه حاجه. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي اللي معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجه من اللي معاكي جوه دول، ساعه، نضاره، جزمه، شنطه، تجيبي اكبر من الشقه دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شيريهان. بصي حبيبتي انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقول لك خلي بالك قوي، انا حافظه حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا. يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه منهم ناقصه من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولري بتاعتي، اي حاجه انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم لان مش هينفع حد يلبسهم بعدي. انا ممكن اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب اقول لك حاجه، انا وصيتي لما اموت الحاجات دي تتدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكره حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا عشان انا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. اقول لك على حاجه، شبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهله